السعر والباكجينج والحجم وبس. والله الحين رايحين للأول مطعم. الفيل ما وريتكم أول شيء طلبنا من دوق المذاق، طلبنا شاورما عادية بدون سلطة وهذه المشروبات. فمثل ما شايفين هذا الباكج، أوكي، وهذا شكل الشاورما. صراحة ما كان كذا، يعني طلبنا المرة الأولى يعني من زمان، ما كان كذا، كان مرة عادي فكويس. مثل ما شايفين هذه الشاورما، هذا حجمها. الشاورما تقريبا مليانة، يعني الدجاج مليان فيها. يلا الحين نشوف الطعم. بسم الله. حلوة. أنا أحب الشاورما متقمرة، فهذه شوي مو مرة يعني، بس انها حلوة يعني. طبعا الشاورما غرقانة ثوم، انا ما احب اللي مثل كذا، احب اللي قريبة يعني شوي يعني ناشفة، مو مرة غرقانة صوص او ثوم. وهذه الشاورما نسيت اقولكم ب6 ريال عشان اقارنها مع الباقي. انا ما راح اخلصها، بس نص نص عشان يعني عندنا مطعم ثاني، فمستحيل اقدر اخلصها كلها. المطعم الثاني ماما نورة، نشوف نتأكد. تقريبا الحجم نفس حجم المذاق بس أغلى، 7 ريال يعني شوي. المذاق أملى شوي. يلا ندوق. معليش بس حلوة، مرة حلوة، عجبتني، تعجبني. طبعا ماما نورة والمذاق الخبز حقهم شامي، انا احب الشامي افضله. المطعم الجاي اللي بنروحها ما راح يكون شامي، بس بنشوف الطعم كيف. طبعا مثل ما انتم شايفين هذه السنبلة، غصن السنبلة، هذا الباكج، اوكي، وهذه الشاورما. شايفين الحجم كله في التقييم. يلا نشوف الشاورما من جوا. طبعا الخبز مو شامي، زي التورتيلا. امانة شوفوا بالله، ما ادري وش اقول صراحة، بس يلا نذوق. طبعاً هذه ب6 ريال، يعني ما أدري شو أقول. ورجعنا لآخر مطعم اللي هو بيت الشاورما. إحنا الأقدم فرع كان وين؟ سليمانية. سليمانية. بيت الشاورما. سليمانية. هذا الشاورما من داخل. ثوم، عبارة عن ثوم، يعني وسط حشو الدجاج، وسط، مو مرة كثير ولا قليل. يلا ندوق. بنجي للتقييم. التقييم من الأقل. آخر مركز اللي هو الرابع بيت الشاورما، ما عجبني، ويعني الثوم ما عجبني، نكهة الثوم ما أدري وش فيها، نكهة مو حلوة. طبعا سعره ب7 ريال. وثالث مركز اللي هو السنبلة، سعرها ب6 ريال. ثاني مركز اللي هو ذوق المذاق، كان حلو، بس يعني مثل ما قلت لكم كان الثوم زيادة، اللي هو يجيب لك غثيان شوي.
واول مركز اللي هو مره يعني صراحه شهادتي فيه مجروح اللي هو ماما نوره 7 ريال. وبس والله وصل لنهايه الحلقه. لا تنسون تسوون لي لايك واشتراك وكومنت، واعطوني افكار وش اسوي يعني في الحلقات القادمه.